انا لا اعز الشهداء، وقد قدمت ابنتي روحها واستشهدت مع اخواتها. لن نتحدث عن عزاء، لكن نتحدث عن اعراس الفردوس التي قدمنا فيها التضحيات، لا لمصلحة دنيا من عرض الدنيا ولا لصراع سلطة كما يحاول ان يصور المضللون، لكن والله لا لشيء الا ان يعيش هذا الشعب وتعيش هذه الامة في كرامة، في عزة، في رأس مرفوعة، في استقلال وطني، في تحرر وطني حقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله. قول الله لا معطى المخزن في الفصول، الذين سلاحوا اعطونا في القيام اللي ولعوا فيها بيقولوا.